تبقى انا مقتنع بالارزاق بقى يعني. طيب محمد معلش يا محمد بزعل. طب انت نفس السؤال اللي هي بتساله لك نفس السؤال. هو اكيد هيروح يعني. لا مش هروح. لا هو كفايه يعني امك الف حقك كلمتين حلوين فبتردهم. لا هو في حاجه انا محمد محمد هو استاذي اصلا. محمد بجد هو معلمني حاجات كتير قوي في المزيكا وانا بحبه جدا يعني لان انا بتعلم منه في حاجات كتير قوي. وتقريبا انا قلت له ارجوك تعالى معايا البرنامج لان انا عارف ان هو هيساعدني في حاجات كتير قوي حلوه. تمام. طب انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين محمد؟ باكود لسه والله انا حلمي من زمان ان انا اكون يعني اشهر عازف جيتار في مصر هنا وشغال على نفسي في الموضوع ده مش مجرد ان انا اطلع في حفلات يعني ان انا اعلم نفسي بنفسي لان الجيتار انا اللي اتعلمته بنفسي بمساعده استاذي اللي كان في الثانويه العامه. تمام. لو حبيت بقى تقول كل سنه وانت طيبه مجد دلوقتي تقولها لمين؟ عايز اقول كل سنه وانت طيبه لأمي. ايوه بحبك يا امي جدا. انت هتقول لخطيبتي الاول فكنت هزعل. لا بقول كل سنه وانت طيبه لامي. تمام. وعايز اقول لك ان انا بحبك جدا وانت صاحبه فضل لاي حاجه بتحصل لي دلوقتي وربنا يخليكي ليا ويخلي كل الناس اللي وقفت جنبي ويخلي محمد مدحت ليا. ربنا يخليكم لبعض وان شاء الله كده ابقى زي محمد صلاح لاعب الكوره ان شاء الله في شهرته.